أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع عبد الرحمن بن علي من المشاش بالوشم يقول: صمت عجزت عن صيام رمضان مضى لمرضي، فتصدقت عن كل يوم، ثم أنا الآن مستطيع بحمد الله أن أصوم، فما حكم ما مضى من عملي وماذا علي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. كان الواجب عليك الانتظار حتى يزول عنك العذر وتقضي الأيام التي عليك بدون إطعام، إنما الإطعام على من لا يقدر على القضاء، أما الذي يقدر على القضاء ولو تأخر فإنه يكفيه القضاء ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، فعليك القضاء ولو كنت أطعمت في الأول، لأن إطعامك هذا في غير محل، ما دمت تقدر على القضاء فهو الواجب عليك. ربما لم يكن يعلم أنه سوف يقدر، المهم أنه تبين له أنه سيقدر يقضي، لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء ما دام يقدر عليه، وما أنفقه يأجره الله عليه، الله لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى.